مهرجان لي ولا رطا في دورة 16. طبعا هذه السنة الوحيدة اللي بيكون فيه المهرجان مختلف نوعا ما عن المواسم السابقة بسبب جائحة كورونا. ارتأت اللجنة المنظمة أن يختصر هذا المهرجان على المتسابقين فقط. اليوم عندنا مسابقات رطب وفواكه فقط بدون جمهور. هذا المهرجان يحظى برعاية كريمة من سيدي منصور بن زايد عن هيان نائب رئيس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ومتابعة حثيثة من سمو الشيخ حمدان بن زايد عن هيان ممثل حاكم في منطقة الظفرة. وهذا المهرجان وضع لدعم قطاع الزراعة والنخيل بشكل خاص والفواكه، مكرمة سخية من القيادة الرشيدة للمزارعين. هذه السنة تم إضافة أشواط خاصة لمزارع العين وهي صنف الخلاص والفرط، بالإضافة إلى إضافة فاكهة التين التي بدأت في الانتشار عندنا في الدولة، وكثير من الإخوان المزارعين بدأوا في زراعة هذا الصنف من الفاكهة بشكل تجاري.